قبل كل شيء كنبغي نشكر الاخوان ديالنا اللي استدعونا للمباراه التكريميه اليوم. هو فيها حدث الاخ سعيد قزه اللي دائما كيكون في الحدث، يعني استدعانا باش نقوموا بواحد المباراه التكريميه في حومه صدام. الحمد لله استقبلونا الجماهير واحد الاستقبال حار واستقبال جميل، كنشكرهم على الاستقبال هذا. كنبغي نشكر جميع اللاعبين اللي حضروا اليوم مدينه طنجه ولا مدينه تطوان، كان واحد الخليط بين هاد المدينتين. نبغي نشكرهم، شكرا لهاد الجماهير اللي حضرت اليوم. وبهذه المناسبه كنبغيو يعني نتمناو لهم دوري يجوز في المستوى، دوري حي صدام، نتمناو لهم يعني يجوز واحد الدوري في المستوى، تكون واحد الروح الرياضيه. نتمناو التوفيق لجميع الفرق، وما نساوش الدور ديال المساهمين اللي قاموا بواحد المجهود كبير على الدوري هذا ولا على المباراه التكريميه. الحمد لله بحكم العلاقه اللي كتجمعنا مع الاخوان ديالنا مدينه طنجه، فهم هادو الاخوان ديالنا، دائما كتجمعنا معاهم علاقه لا كرويه ولا اخويه، كنتلاقاهم غير الكره. مباراه استعراضيه، الحمد لله اللاعبين اللي بكل صراحه بسموا على واحد المسيره كبيره، جميع اللاعبين اللي بكل صراحه لما مدينه تطوان لما مدينه طنجه عطاو واحد طابق كروي جميل. مازال يعطيو الكثير هاد اللاعبين هذا، لان كما شفتوا اليوم لاعبين اللي عطاو الكثير، ونتمنى لهم يعني واحد المسيره باقي مثلا في التدريب او في الحياه ديالهم. وشكرا لليوم وشكرا للجميع. اليوم جينا لواحد المباراه ديال افتتاح ديال الدوري ديال سامبا، كنشكروا فيهم اللاعبين اللي جاوا عندنا من تطوان، وكنشكروا الدراري اللي شحال ما شفناهم صراحه منظمين هما اللي كيجمعونا، كنشكرهم بزاف على التنظيم، وكنشكروا الجمهور اللي ديما حاضر، وشكرا شكرا بزاف، وكنشكركم تاتوما اللي ديما حاضرين معنا. بغيت نقول اللاعبين اللي مشاركين في هذا الدوري هي تكون بيناتهم واحد الروح الرياضيه، يعني ما يكونوا شي مشاكل في الدوري ولا شي حاجه باش تدوز الاجواء مزيانه. ونتمنوا نشوفوا في مناطق اخرى تا هو الدوري بحال هيدا، حيت كنظن هذا من احسن الدوري اللي كيدوز في طنجه. الله يوفقهم المنظمين، وكنشكروا الجمهور اللي كان حاضر اللي جاي يتفرج فينا اليوم، وشكرا. كنحيوا هاد الناس اللي منظمين ديال حي صدام، الصراحه حصل لي شرف نكون حاضر معاهم بسميه ديال النجوم اليوم، تبارك الله ما شاء الله. يعني هاد المقابله هذه افتقدناها هذه واحد المده طويله، الحمد لله اليوم تكررت، وكنتمنى من هاد الناس ديال هذا الدوري هذا يجوز لك شي في مستوى. الصراحه الاجواء هذه ما بقيناش كنعيشوها بحال اللي كنا، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي نشوفوا ما احسن. الحومه صدام زعما الصراحه ربي عطات واحد الصوره زعما ما شاء الله، وتبارك الله عليهم. وشكرا لحي الناس اللي قدموا الدعوه ديالي، شكرا بزاف على هذا المجيء اليوم ان شاء الله يا ربي، شكرا بزاف. الاداءات اللي كتعرف النجوم ديال تطوان مع النجوم ديال طنجه ما شاء الله، ناس جازت كازوس في الكوره وعندها تجربه وعندها خبره وعندها السميه، منهم عدي مرابط، منهم هشام كرامجه، منهم انور الشرايح، منهم بلال، منهم السندي يوسف، تبارك الله خالد الصور، تبارك الله ما شاء الله. هذاك الشيء زعما باش نقول لك زعما انا براسي متفاجئ، وكنتمنى زعما الخير للجميع ودوز دوري في المستوى. كنتمنى تكوز الروح الرياضيه، ما يكونش شي واحد شويه ديال الاحتكاك. حنايا كنتمناو ديك رمضان العام العام باش نتفرجوا في ديك الاجواء ديال الاحياء، وإن شاء الله يا ربي أمور ما تمشي على ما يرام.